وسمعني الأعزاء، هذه 9:33 دقيقة. صباح الخير، صباح النور. الآن فقرة التغذية مع أسماء زرول المختصة في الحمية والتغذية. صباح الخير لالا أسماء. صباح النور، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. أسماء، تحدثنا كثير هذا الأسبوع كله، خصنا الفواكه الجافة. تحدثنا على التمر، تحدثنا على القرقاع، على اللوز. اليوم جا وقت الزبيب وكنعرفوا ان ليه فوائد عديده الزبيب. نعم، بالنسبه للزبيب عنده فوائد عديده. اول حاجه كمخزون طاقي، كيعطينا بين 300 و400 سعره حراريه لكل 100 غرام. بالاضافه لانه غني يعني بالعديد من يعني بالبوتاسيوم، غني ايضا بالمغنيسيوم. واللي مهم في الزبيب ايضا هو انه واخا هو عباره على عنب مجفف، يعني نشفناه كيبقى يحافظ على دوك اللي كنسميوه لي مضادات الاكسده اللي فيه، تيبقى محافظ عليه. نعم، فتكلمنا على ان الزبيب عنده هو مخزون طاقي. نعم، وسعراته الحرارية مرتفعة. نعم، الألياف ونسبة مهمة ديال الألياف فيه، كذلك نسبة مهمة ديال البوتاسيوم. لهذا الزبيب من ممنوع منعا كليا على الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، خصوصا الناس اللي عندهم دياليز. نعم، يعني تناول حتى كميات صغيرة منه فهو ممنوعة منعا كليا. من بين الفوائد أيضا ديال الزبيب هو أنه يعني كي يعني على عكس ما يروج أنه كي منع تسوس الأسنان. فيعني من خلال الدراسات لقوا أنه أيضا تناول ديال الزبيب كي منع تكون واحد البكتيريا اللي كتلصق في الأسنان، واللي كتسبب البكتيريا وكتتعزز النمو ديالها، وبالتالي استهلاك ديالو ممكن يحمي الأسنان أيضا من تسوس. نعم نعم، من تسوس. هذه معلومة جديدة. نعم، هذه معلومة يعني جديدة، ويعني ماشي أي حاجة حلوة، لأن الحلاوة اللي كتكون طبيعية في المواد الغذائية ماشي هي الحلاوة اللي كتكون صناعية، مثلا بحال ديال السكر. نعم، اللي هو الجلوكوز. نعم، هذه القضية بحال اللي كنلقاو حتى في العسل الحرة. سبحان الله، لأن واخا كيكون حلو هذيك الحلاوة، هذاك السكر كيكون مع مجموعة ديال المغذيات الأخرى اللي كتفاعل بيناتها وكتعطينا مثلا هذه الحماية، وكتعطينا خصوصا أنه أيضا غني بالألياف. فهذه المسألة راه مهمة، مادة غذائية. نعم، غنية بالألياف ماشي هي مادة غذائية يعني مكررة ولا ما فيهاش الألياف الغذائية. كذلك بالنسبة للزبيب كيعطينا كينظم داك العملية ديال الإحساس بالشبع وبالجوع، يعني حتى في إطار حمية غذائية لإنقاص الوزن ممكن ناخذو بكميات قليلة. نعم، نركز وكنستمع على كميات قليلة، لأن قلنا كل 100 غرام منه راه كتعطينا بين 300 و400 كيلو كالوري. نعم، كذلك لقاه أنه أيضا على غرار الفواكه الجافة والمجففة الأخرى كيحسن من الأداء يعني ديال في الدماغ ديالنا، خصوصا عند كبار السن. مهم أننا نعطيهم الزبيب. كتبقى مسألة يعني اللي لازم نرضو منها البال هو أن يعني كثرة تناول ديال الزبيب كتخلي الدم كي ما كيتخترش، يعني كيسيل محل دابا الانسان اللي تجرح ما كيتجمعش بسرعه. نعم، لهذا لازم اننا ناكلوه بكميه اللي هي معقوله. وايضا قبل الا كنا مقبلين على عمليه الله يحفظ جراحيه ولا الاحسن نتفاداو التناول ديالو. حتى الناس دونك اللي كيعانيو من الفليبيت ما خاصهمش ياكلوا الزبيب اللي عندهم جريان دم خفيف. هو اللي كيعانيو من الفليبيت بالعكس لازم انهم ياكلوا الزبيب، لان اللي عندهم الفليبيت كي عندهم مشكله في التخثر ديال الدم. نعم، كيتخثر اكثر من اللي لازم انه يكون، فالا خداوه كيكون مفيد ليهم. مثلا النساء الحوامل اللي سبق لهم تعرضوا للفليبيت ممكن ياخذوه. كذلك بالنسبه حتى مثلا الزبيب مزيان ايضا للرياضيين. نعم، قبل مثلا العمل الحصه ديال الرياضه ياخذوا كميه منه، لانه غني يعني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يعني كيعوض لنا كاع دوك الاملاح المعدنيه اللي كيفقدها الجسم.
خلال والطاقه اللي كيفقدها خلال التمارين الرياضيه. وبالتالي الزبيب فهو غذاء متميز وممتاز جدا يعني لجميع الاعمار. نعم. جميع الاعمار الزبيب كيكون مكون غذائي ممتاز، واللي ممكن ايضا ياخذ الانسان حتى في فتره النقاهه. نعم. بعد مثلا يعني الاصابه باحد الامراض والفتره ديال الراحه ممكن يتناول الزبيب، فهو كيبقى مادة غذائية مهمة. نعم. جدا، واللي لازم نحرص على التناول ديالها، واللي حتى ممكن تعوض السقاطة بالنسبة للأطفال. نعم. مثلا الأطفال بلا غادي نعطيهم مثلا الحلويات، نعطيهم الزبيب لأن تا حلو. نعم. نعم هو حلو، المذاق ديالو محبب ورائع. الأطفال حتى من غادي يبغيوه إلا ولفنا لهم. نعم. حتى من الأغذية المنتقات الأخرى اللي ما عندها حتى شي فائدة غذائية. نعم نعم نعم. وحتى الناس ملي كيبغيو يمشيو يديروا الامتحان دائما كيتعطى لهم داك 7 ديال الزبيبات. ما فهمتش علاش 7 ياك اسماء؟ تقول خاصك تاكلي 7 ديال الزبيبات. عدد، لان حنا كنت يعني في السنه كان يعني كنتابعوا السنه كنبغوا العدد الفرضي. نعم. حتى الرقم 7 يعني واحد الرقم اللي حيت تقول لك 7 ديال التمرات، فدرنا 7 ديال الزبيبات. نعم. ياخذوا حفينه ديال الزبيب هكا في يعني في الشكاره ديالهم والجيب ديالهم، وياخذوه من حين لاخر. نعم. يحسوا براسهم يعني ويمشي كاكاكوتي حتى المدرسه، من الاحسن يكونوا الفواكه الجافه كلهم في خنيشه بلاصه ما ياكلوا سقاطه ولا شي حاجه ياكلوها هي تكون مفيده اليوم. شكرا لك لالا اسماء زريول، موعدنا ان شاء الله يتجدد معك غدا، وغدا ان شاء الله غادي نختموها مع لالا مولاتي الشريح.